ازاي انثى النسر بتختار الاب المثالي لاطفالها؟ انثى النسر بتاخد عود من غصن شجره وبتطير بيه عالي، ولما الذكور بيجتمعوا حواليها فالانثى بترمي العود، فالذكور بيتسابقوا ويحاولوا يلحقوا العود قبل ما يسقط على الارض، وواحد منهم بيرجع لها العود ويسلمه لها بكل رقه، لكنها بترميه تاني وتالت لمرات عديده، والذكر اللي مش بيمل او يزهق من انه يجيب لها العود هو اللي بتختاره زوجا ليها. طيب ليه انثى النسر بتعمل كده؟ بعد كده الزوجين بيروحوا لمكان عالي عشان يبنوا عش ليهم بعيد عن الحيوانات المفترسه، ومش بيقفوا عن جلب الطعام الصغار لحد ما يكبروا، واول ما يبداوا يكبروا شويه الام بتروح تصطاد، لكنها بتقف على مسافه بعيده من الصغار الجعانين وتبدا تاكل لوحدها ببطء شديد عشان تثير شهيه الصغار الجائع، وهنا الصغار بيحاولوا يخرجوا من العش ويحاولوا يطيروا، وطبعا العش عالي جدا فيسقط النسر الصغير وهو ما بيعرفش يطير، وهنا بيجي دور الاب اللي بيسارع في التقاط الصغير تماما زي ما كان بيعمل مع العود، والحركه دي بتتكرر كذا مره، وبالطريقه دي النسور الصغيره بتتعلم الطيران. وبكده احنا عرفنا ليه انثى النسر بتختار الاب المثالي لاطفالها.